السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا أحبابنا، معكم سيف في قناة تربية الحسون والكناري. بلا ما ننسى خوتي، ربي يحفظكم بزاف على هذا الدعم، وربي يخليكم إن شاء الله خوتي، وإن شاء الله نكونوا قدها خوتي ونوفروا كلش وشي اللي قادرين عليه. بون خوتي، اليوم جيت نهضر على المشاكل اللي تحدث بعد إدخال الذكر، ولا المشاكل اللي تواجهكم باش تكوبليو في موسم التزاوج. عندك ذكر وانثى، يا سير مع تقابلهم بعضهم مش حيقبلوهم، يا لافومال تنكر المال يا المال ينكر لافومال. اول مره جبتهم مام عندك تروا مال، واحد فيهم يقبل لك بلافومال وهي ما تقبل حتى بواحد بالك، ولا قادر لافومال تقبل بلي مال ولي مال واحد ما يقبلها. بو اول حاجه ديرها تخير ذكر مليح جاهز تطلقوا لافومال لمده 5 ايام، وتشوف اذا كان بيناتهم تجاوب ولا ما كانش. بو فرضا ما كانش تجاوب لمده 5 ايام، بقى الشجار تنحيهم تدخل في مرحله التشويق، تنحيهم 5 ايام تعاود تردهم 3 ايام، ما كانش تقدم تعاود تنحيهم ثاني 5 ايام وتعاود تردهم، يعني لعبه صبر، تبقى تنحي وترد تشوق بيناتهم حتى تلقى تجاوب بيناتهم. اول حاجه المشكل الثاني المالغرام طلافو مال ومازال تدار بيهم باش تبوزيلو خلاص، هذيك لافو مال يعني لقات مال واحد اخر ولا سمعت مال واحد اخر ولا راهي بدات تخرج، بدات تبرد لافو مال هذيك خلاص. كيفاش نديرو معاها؟ اذا عندك مال واحد اخر لازم تعاود تنحيه باش لافو مال تعاود تاكسيتي المال تاعها، واذا بردت لازم تعاود تخدمها، واش تعاود تخدمها بالدوش والتشميس. بون عندي فو مال تبني العش والمال ما يخليهاش، سهله مهله خوتي، باش يخليها لافو مال برسك مازال ما قرمتهاش، والمال هو اللي يخير لها العش، كي قرمتي لافو مال يهز القطن ويطيش في العش بلا ما يبني خوتي، يطيش برك العش. يقول لها بلي انا اللي خيرت العش، ها هو راه في امان بيضي وما تخافيش. فهمنا خوتي، هذا يعني امور يعني جد سهله ماشي معقده، بربي ان شاء الله خوتي. المشكل الثالث لافو مال تبوزي وتهرب، ولا ما حبش تبوزي خوتي، باش تبوزي لك لافو مال خوتي ماشي حاجه سهله، لازم لافو مال تكون بانيه عقود الرحم ولا تكون محفزه، محفزه بزاف. شما الحوايج اللي يحفزوا لافو مال؟ ما كاينش قد الدوش والتشميس، دوشها قد ما تقدر 3 فوا 4 فوا بار في النهار نورمال، تحفزها دوك تاخذ وضعيه التلقيح ويكب ليها لك المال عادي خلاص. مشاكل اخرى ثاني يعني انني ما شفيتش خوتي، وسمحولي بزاف وعذروني خوتي، والله يعذروني راني وحدي واني صارت للصباح درت 5 فيديو باش نطلقها منكم خوتي في الاخجان. مشكل واحد اخر يقول لك انا عندي المال لبنى العش ولافو مال ميش ما باسا مع الاخر، بيان سير اخي هاد لافو مال بالك راك تظل ديما عقابها، تظل ديما تخرج فيها، تظل تمسها وتدوشها يوميا، وهي والمال صايب بنا العش ولا هي بنات العش وانت ديما موراها، بيان سير ماهيش راح تستقر لك، والامان لافو مال لوكان ما تستقرش راهي ما تبنيش العش وما تبيش. والطائر الوحيد نورمالمون في الحسون اللي يتحكم بالعقود المبيض، ماماكم على بالكم بها ما شاء الله ربي يبارك. امشي ليسونسيال خوتي، هذا المال المدرسي نطلقو بلا لافومال ولا بالفومال، هذا اللي يتفرج لي فيديو القديم تاعي وعن بالو ليسونسيال خوتي. يعني شوف خوتي والله كاين حوايج اسمها منطق، ما تبقاش امشي امشي هذا خوتي، وما يحملش لافومال وديما كنطلقو هكذا يجي يضربني. قلت لكم يعني كاين حوايج منطقيه خوتي، يعني مش لازم تروح في اليوتيوب وتتفرج 70 واحد وتتخلط، انت المعقد لكم الحسون، يعني انت المعقد لكم ويقول لكم هو صعيب هو صعيب، ولا الانسان يخاف يمس فراخه قبل ما يشبر واحد اخر، راه فراخ اخي انت اللي واثق انت اللي تشوف فيهم ديما. انا قادر عندي معلومه صحيحه بصح نعطيها لكم، ما تصلحش على فراخ الكاركتر تاعك زيد راك تربي فيها انت زيد، امشي امشي البلاصه اللي راك تربي فيها انت يا زين، الكاركتير تاع الفرخ تاعك زين، ربي في الضاله تربي في داخل المنزل، يعني نختلفوا. يبقى كي تهز المعلومه ماشي تروح دير لها كوبي كولي تطبقها على فراخ، فراخك راهم مزي، شوف هذاك المربي وراه مربي فراخ، واسكو يستخدم الادويه انت تستخدم الاعشاب ولا انت تستخدم الادويه هو يستخدم الاعشاب، باش نتفاهموا ما نخلطوش بيناتهم خاوتي. فما كي تكون تاكل الميلتي فيتامينات والحكايات هذوك تعطيها العظمه مشرش ما راح اكثر بقتها. ليسونسيال خاوتي كاين امور بديهيه، يعني كي يكون شي جار بين الزوجين لمده 5 ايام فقط ما كانش تجاوب، تفرقهم تدخلهم في مرحله التشويق، الانثى تبني العش والذكر ما خواش يخليها، تسمى مازال ما قرنبهاش، لو كان ما يقرنبهاش اي ما تولدش، تسمى مباشره تتخذ وضعيه التلقيح، وهذه الاكثريه تكون في بنت العام ولا اللي جامي ولدت، تسمى الانثى البكريه. المشاكل الاخرى اللي نلقاوهم ثاني شجار، عدم توقف شجار، انا قلت لكم خاوتي كي تدخلهم 5 ايام يبقاو تقابضوا تقابضوا، تدخلهم في مرحله التشويق وتبقاو معاهم،
تدخله 5 ايام وتنحيه 5 ايام وتعاد تدخله 5 ايام، يعني تولي فيها حكاية لعبة صبر. ومن المستحسن تلقاهم الصباح باش لافوما الواجدة تبوزي الصباح وتلقيه يكون الصباح بزاف ولا عند الغروب، ماشي يعني يكون غير الصباح وعند المغرب الغروب. انا عندي فمال هذه تبوزي على 12، تبوزي على 10، تبوزي على 5، وين تحب تجيها لا شالير تبوزي. مي الكوبلا من المستحسن اللي مازال ما تكوبلاوش هذا هو الوقت، علامات قبول الذكر والانثى كيفاش تعرفهم باللي جابوا مع بعضهم، ترحيب برقصات باكا باك جرامبي المال لا فومال، واللي يبقى يغني عليها يجري موراها وهي تتريبوند عليه بكاجا كاج وتهرب منه، يعني مازالت شويه خايفه، ويبني ونعش والسلام عليكم. امور سهله، يعني الاخطاء اللي نقعوا فيها انه ما نقدروش نميزوا الانثى تاعنا واجده 100% باش نطلقوها ولا لا. احنا لا فومال واجده 50% اللي حول الما، خليها اخويا طيبه مليح باش تدخلها ما تتعبكش. هكذا خوتي، وبالتوفيق للجميع، وفقنا الله واياكم. نديروا دوكا جوله مع هذا خوتي، والله الفرخ هذا نعزه بزاف وراح نمدو هذا العام ان شاء الله. رواح يا رواح. ايش دي ان شاء الله ابو مالده وخلاص. والو خالي يا عليك والو الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، عليكم الله، عليكم راوزة هنا عندنا. بالتوفيق للجميع خوتي، ورمضان مبارك خوتنا، ووفقناكم جميعا إن شاء الله بربي إن شاء الله خوتي. لأي إنسان راه معانا نعاونوه بشي اللي كان، وتحية بلال من العاصمة الحمد لله كان يتبع فيها ونجح خرجوا له لجان. تحية لسليم من مستغانم، تحية ليه كبيرة، تحية لأحمد من سوق هراس والناس سوق هراس والناس مستغانم والناس آلجي، وتحية الإنسان حليم حليم ولا حلام والله مشيت على اسمه من البوليدة حتى هو أنتج. تحية لسامي، سامي راه بالعظام مازال يعني، والناس اللي راهم يتبعوا فيه، تحية لبزاف الناس اللي راه شوف خوتي أنا اللي إنسان اللي كان يتبعني وجا كان يتبع فيك وراني في المرحلة هذه، أنا نذكر اسمه في الفيديو ندير له ديديكاس، وديديكاس 40 ولاية يا خوتي، وربي يحفظكم ربي يحفظكم على الدعم هذا خوتي، وبالتوفيق والسلام عليكم.